more related للأناتومي أكثر من الفسيولوجي، ولكن still أنا ممكن أجيب عليه بس مش بنفس هذا البارت سكشن الأول. أوكي هلا ما معنى sensation؟ ما معنى sensation؟ إحساس. إحساس يعني conscious أو subconscious awareness، يعني أنت مدرك بوعيك أو نص وعيك، أنت مدرك أنه عندك حسيت بشغلة معينة، حسيت أنت إيش بتحس، إيش سميناه stimulus. أوكي هذا الستيمولس هو اللي بيعطيك السنسيشن، إما بيكون نتيجة تغير بالإكسترنال إنفايرومنت أو بيكون نتيجة تغير بالإنترنال إنفايرومنت. يعني مثلا واحد ارتفع عنده درجة الحرارة، أوكي يوم ترتفع درجة الحرارة هو إشي ماشي هو ظهر عليه، لكن هو حاسها فعليا وين؟ بشكل الإنترنال، صح؟ كيف حسها؟ حس بجنرال ويكنس، بضعف الجسم. فهذا السنسيشن بحسه عن طريق اشياء او سيبتومز، او احنا سميناهم سيبتومز اند ساينز، ممكن تظهر اوكي على المريض. طبعا السيبتومز هم اللي بيظهروا على البيشنت، اما الساينز هم يتم هي اوبجكتيف فروم بيشنت تو انذر بيشنت. اوكي طبعا في عندك مصطلح البيرسبشن، بيرسبشن ادراك، يعني انت حسيت بالستيمولس بنسميه سنسيشن. واحد اجى ضربك انت عملت سنسيشن حسيته، مش بنتقل عن طريق السنسوري نيورونز، بنتقل لوين؟ للانتر نيورونز الموجودة بالبرين. البرين شو بيعمل لك؟ بيرسبشن ادراك تحليل للسنسيشن اللي انت حسيته عن طريق السنسوري نيورونز. اوكي طبعا هو بيوصل لجزء بالبرين رح ناخده اللي هو السيبرال كورتكس. اوكي هذا الجزء هو في عنا طبعا اجزاء، في عنا السيريبلم، في عنا اللي هو السيريبرال كورتكس، ما راح افوت فيهم هلا، راح افوت فيهم بالسكند بارت. كل جزء من هاي الاجزاء مسؤول عن سنسيشن لشغله معينه. يعني واحد صار عنده مشكله بالبريثنج بالتنفس، في عندك جزء من الدماغ هو مسؤول على كنترولينج على عمليه تبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، وبالتالي هو الذي يحفز بصير عنده إدراك إنه إحنا صارت عندنا مشكلة بالريسبيراتوري سيستم أو بجهاز التنفس بعملية الإكسجيج. أوكي وبالتالي عملية السنسيشن يوم تنتقل إلى الدماغ وتعمل لك بيرسبشن، تعمل لك بيرسبشن حسب السنسيشن بتروح لأي منطقة أو أي بارتس من أجزاء البرين. أوكي هلأ الإشي لنفترض أنت مرات في سنسيشن أنت بتحسها بس ما بصير عندك ردة فعل، ردة فعل هي after the perception. ليش؟ لأنها ما بتكون أصلاً، يعني أنت السنسيشن بيكون كثير صغير ما أثر عليك، ما انتقل لوين؟ للإنتر نيورونز، وعملوا له السيريبرال كورتكس ما عملوا له عبارة عن إيش؟ عن perception. أوكي؟ طيب هلأ خطر على بالي سؤال، يوم حكينا إنه هاد ما وصل شو نوع البوتنشال اللي طلع؟ graded، يكون نوعه graded potential، ما تحول لأكشن potential وانتقل عن طريق السنسور نيورونز حتى يعمل لك إدراك بالإنتر نيورونز. أوكي طيب هلأ كل سنسور نيورون بكون مختص بإحنا نسميه sensory modality، يعني بكون مختص بسنسيشن معين. يعني أنت يوم تضحك واحد عمل لك itching sensation غير عن أنك مثلا حسيت بسعادة، اشتغل عندك السيمباثيتك نيرفي سيستم وانبسطت. فكل سنسوري نيورونز هو مسؤول عن سنسيشن معين. اوكي ليش انا بحكي هذا الحكي؟ بحكي حتى احنا يوم نقسم السنسوري ريسبترز بنقسمهم اول اشي بشكل جنرال، بعدين بنبلش نقسمهم بشكل سبيسيفيك. اوكي بشكل جنرال بنقسمهم الى 3 تايبس حسب الاكتيفيتنج ستيمولس الاوريجين. يعني يا منقسمهم لإكس، إكس يعني إكس، إي إكس إكسترنال خارج، إكستيروسيبترز أو إنتيروسيبترز أو بروبريوسيبترز. طيب هدول اللي هم الأقسام الرئيسية للسنسوري ريسيبترز. الإكستيروسيبترز هدول بكونوا ناتجين نتيجة السيميولوس أثر على الإكسترنال سيرفيس تبع البادي. واحد ضربك هذا external. طيب يعني إجا من الاكسترنال انفايرومنت. انتيروسيبترز
اجى من الانترنال انفايرمنت. يعني انت مثلا نفترض اكلت اكل فيه زيت وكمان بردت تنمغص بصيبك زي كوليك بين وجع ببطنك، هذا اجى فروم ايش؟ انترنال انفايرمنت، لانه صار عندك افرازات بالمعده. هاي افرازات بالمعده هي اصلا حامضه وانت اكلت اكل وبردت فيه اصلا زيت فيه فاتي اسيد، هذا الاشي بيعمل عندك عباره عن something بالانترنال انفايرمنت فبنسميه انتيروسبترز. اوكي طبعا كل واحد بدك تعرف وين لوكيتد، يعني الاكستيروسبترز كونه له علاقه بالاكسترنال سنسوري او اكسترنال ستيمولاي بتكون موجوده على الاكسترنال سيرفيس اوف ذا بودي، الانتيروسبترز بتكون موجوده داخل الجسم، اما بتكون موجوده بالبلود فيزلز اللي هي بالاوعيه الدمويه رح ناخذها بالكارديوفاسكولار سيستم ان شاء الله، او بالفيزرال اورجانز. فيزرال اورجانز الاعضاء الداخليه زي المعده زي الجهاز التنفسي الاعضاء الداخليه، ممكن يكون بعضها بالمسلز وممكن يكون بعضها بالنيرفس سيستم، يعني بشكل عام الاجزاء الداخليه. اوكي بروبريوسبترز هدول فقط لهم علاقه بالعضلات والمفاصل والعظام. اوكي فهذول السبترز بيكونوا موجودين بالمسلز بالتندونز وبالجوينت، في منهم بيكونوا موجودين بالانر اير اللي هي باجزاء الجسم الاذن الداخليه. طبعا ليش بس ناخذ عن عمليه السمع، في عندك ثلاث عظام اوكي، هذول ثلاث عظام بربطوا الاذن الخارجيه، الاذن عندنا ثلاث اقسام خارجيه وسطى داخليه، ففي عندنا عظام تربط الطبقه الوسطى من الاذن مع الطبقه الداخليه فهي عباره عن بونز، عشان هيك هم ممكن يكونوا موجودين على الانر اير. تمام هاي ايش بتساعدنا على السكيلتال مازل تستعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، فما انت توقف هاي الوقفه وانت محافظ على البالانس ليش؟ نتيجه وجود البروبريوسبترز. اوكي او مثلا يوم بتمشي وتتدعثر بشيء مش دائما انت بتوقع صح، مين اللي ساعدك انك انت ما توقع؟ البروبريوسبترز. اوكي بتحافظ على البالانس او الهوموستاسيس. اوكي طيب هلا هدول بنسميهم الثري جنرال حسب الاوريجن، هل هو انترنال هل هو اكسترنال، واذا كان انترنال ومصدره المسلز التندون الجوينت الانر اير بده يكون بروبريوسبترز. هون حسب الستيمولس، اذا حكينا ميكانو ريسبترز فانت تعرضت لميكانيكال ستريس زي ضربه، ثيرمو ريسبترز ثيرمو حراره صابك ارتفاع بدرجه الحراره. اوكي نوكي سيبترز هدول تحفزوا نتيجه افراز مواد كيميائيه كيميكال او فيزيكال دامج. هلا انت لما بتسمع اشي فايبريشنز كيف بيدخلوا على اذنك؟ الساوند بيدخلوا على شكل فايبريشنز صح، بس هاي الفايبريشنز بس ناخذها رح تلاحظ انها تساعد او تحفز على انتاج مواد كيميائيه، فبتعمل زي كيميكال ستيمولس. طيب اي شيء ساعدك على تحفيز انه يعمل عندك كيميكال ستيمولس فيزيكال، شنو فيزيكال؟ يعني واحد تعرض لاكسيدنت لحادث شو الريسبترز اللي يشتغل عنده؟ نوكي سيبترز، يا بكون فيزيكال او كيميكال دامج. اوكي طيب فوتو ريسبترز، فوتو ضوء، دائما بحكيها اذا انت الصبح نايم ومسكر الاباجورات ومسكر الشباك يجي ابوك يفتح عليك اول شو اول ما بتفتح عيونك تحس حالك زي تضايقت لانه اثر عليك اللايت، ليش؟ مين اللي تحفز؟ الفوتو ريسبترز. كيمو ريسبترز هاي ديتكشن للكيميكلز للمواد الكيميائيه، يوم انت بتاكل شغله عن طريق الماوث شغله هاي حلوه او حاره او حامضه مين اللي عملها تحفيز؟ الكيمو ريسبترز، اما شغله لها علاقه بالتيست تذوق او انت شميت العطر، كيف انت قدرت انك تشم العطر؟ لتحفز مين؟ الكيمو ريسبترز. اوكي الاوزمو ريسبترز هاي اللي بتحافظ لك على الاوزموتيك بريشر، ذكروا اخذنا عن الاوزموسيس انه لازم يكون عندك ايزوتونيك سولوشن مش هايبرتونيك ولا هايبوتونيك سولوشن، هدول الريسبترز هم اللي بتحفزوا اذا صار عندك كميه الفلويد جوا الخليه صارت اعلى او الفلويد اللي خارج الخليه صار اعلى، مين بيتحفز؟
الاوزمو ريسبتورز. اوكي طيب هلا في عندك شيء اسمه سوماتيك سنسيشنز. سوماتيك حكيت لك مع مين اربطها؟ سكيليتال ماسلز. احسنتي. اوكي فاي مكان بالجسم فيه ماسلز تعمل عندك سوماتيك سنسيشن. مثال عليهم الجنرال ريسبتورز اللي بتعمل سوماتيك سنسيشن. هلا شو هم اسمهم؟ البروبريوسبتورز. اوكي مش حكينا هذا اللي بأثر على المسلز وعلى الجوينتس وعلى البونز. طيب هلا السنسيشنز السوماتيك سنسيشنز اما بتكون عباره عن تاكتايل سنسيشنز مثل التاتش البريشر الفايبريشن الاتش التيكل. اوكي يعني شان التاتش لمس، انت بس واحد يلمسك بتحس انه لمسك، فنشتغل عندك اللي التاتش ريسبتورز بتكون هي نوع من السوماتيك ريسبتورز نوع من البروبريوسبتورز as a general. طيب هلا التاتش ممكن التاتش ريسبتورز تكون رابيدلي ادابتنج او ممكن تكون سلولي ادابتنج لانه حسب التاتش. هل واحد اجى بس لمسك هيك وعلى السريع بده يروح تاثيرها؟ اوكي ولو واحد لمسك وضغط وتاثيرها بده يكون اقوى؟ اذا كانت اللمسه بسيطه وبس اثرت على بس بوقت اللي انت عملت فيها التاتش بصير عندك rapidly adapting. اوكي لكن لو كانت طولت او مرات او مثلا نفترض اشي قرصك هي بتعمل pain sensation ولكن فعليا هو لمسك بهذا المكان، هل الالم بيروح بنفس الوقت؟ لا، حتى التاتش مثل البين هو بقسم الى قسمين، في اشي بكون rapidly adapting في شيء بكون slowly adapting. معنى slowly adapting مش after touching بيروح، لا بضل مستمر حتى بعد إزالة stimulus. اوكي طيب البريشر الضغط بكون أقوى من التاتش، يعني كنحكي كبريشر عشان نسميه بكون أقوى من التاتش وبوصل للديبر تيشوز. ليش بكون أقوى؟ لأنه صار التأثير على اللي هي الأجزاء الطبقات الداخلية. اوكي شان الفايبريشن اهتزازات زي ما حكيت لك، انت لما بدك تسمع اشي فويس بتسمعه على شكل فايبريشن، فهذا اللي بتحفز له عبارة عن السنسوري ريسبتورز المسؤول عنه البروبريوسبتورز اللي هي المسؤولة ريسبتورز عن الفايبريشن. الاتشي حكة يعني نتيجة مثلا قرصة معينة او انت تحسست من شغلة معينة بعمل عندك حكة. اوكي ليش صارت عندك حكة؟ لانه صار عندك تحفيز للانفلاميشن تحفيز للالتهاب. طبعا الانفلاميشن بجسمنا يوم يصير عندك شغلة انفلاميشن يتم تحفيز انتاج مواد كيميائية chemical substances او chemical inflammatory substances مثل السيتوكينز. طيب هون حاط لك مثل اللي هي البراديكاينين. طيب يوم هون بحكي لك اذا غزتك لا يعني اجت مثلا شغله غزتك نحله او حشره غزتك، لما تغزك هي بتعمل على افراز مواد كيميائيه صح؟ افراز المواد الكيميائيه حفزت الجهاز المختص بالانفلاميشن المختص بالالتهابات، صار يحاول يفرز مواد كيميائيه تحارب هاي الالتهابات. هاي الاشياء اللي بتصير هي اللي بتخليك تحس بايش؟ بالحكه بالاتش. طيب نتيجه الانفلاماتوري ريسبونس. تيكلينج دغدغه، عشان هيك في ناس حكيت يوم تدغدغها بتغدغ بكل مكان، في ناس لا حسب اعداد السنسوري ريسبتورز اللي بتكون مسؤوله عن التيكلينج. اوكي الثيرمال سنسيشن، يعني ثيرمال حراره صح؟ يا بتحس بالكولد كولدنس او الوورمث. ماشي وورمث، هلا كيف بدك تحس الاحساس؟ زي ما حكينا الاحساس بده يتضمن حسب ليش، يعني انت لا قديش بتضلك متحمل درجه الحراره القليله. يعني واحد حطيناه بالفريزر اول ساعه ثاني ساعه ثالث ساعه بعدين شو ببلش يحس؟ بمصل بين بالم، فبصير عنده pain sensation. بالاول يكون عنده thermal sensation over time شو بصير عنده؟ pain sensation. اوكي
طبعا هاد بيحكي لك انه الكولد او الوارم ريسبتورز المفروض انهم يشتغلوا يعني بالانست، يعني اول ما يحدث. هلا ليش بتضلك بردان على طول؟ وانس انه تمشي مدفي حالك مش قاعد جنب الصوبة بدك تضلك بردان، بس اول ما بتقعد عند الصوبة تدفى، فهي رابط لي انست، اوكي مباشره بتروح. طيب وانس زي ما حكيت لك انه الحراره صارت اقل من 10 او اعلى من 48 تتحول بصير عندك شو شغال؟ البين ريسبتورز. اوكي بين سنسيشن، البين سنسيشن ليش بيحدث؟ ليش بيحدث الالم؟ لانه صار عندك دمج وصار عندك انفلاميشن. كيف صار عندك انفلاميشن؟ لانه انت صار عندك دمج، فعشان هيك هذا نتيجه وجود تيشو دامجينج كونديشنز. يعني انت واحد ضربك، شو ضربك ضربه قويه، شو بصير مكانها؟ زرقاء صح؟ وعمل لك دمج، فعشان هيك انت حسيت بالبين. اوكي بالبين سنسيشن. هلا البين سنسيشن ممكن يستمر حتى بعد ما يروح الاستيمولاس اللي سبب لك البين. ليش؟ لأن الجسم بعمل على إفراز مواد كيميائية اللي حكيناها بالإنفلاماتوري كيميكلز. هاي المواد الكيميائية هي اللي بتخليك حاس بالألم. كيف حكينا لك إشي قرصك؟ يوم مثلا اللدان، لو اللدان قرصك بس بضلك حاس أول وقت؟ لا، بضلها مدة طويلة. ليش؟ إنه صار عندك تحفز الإنفلاميشن، الالتهابات inflammation process أو response تحفزت، صار عندك إفراز لكيميكال سبستانسز. هالكيميكال سبستانسز خلت طبعا وجودها بالبلاد بيطول، خلت انه احساسك بالالم ماله يطول. اوكي وبالتالي البين اللي بتحسه يا بيكون superficial somatic pain سطحي او deep somatic pain. اوكي لكن البين كيف حكيت لك بطنك اذا اكلت مثلا اكل فيه زيت وبعديها تعرضت للبرد بتنغص، فهذا فيزيرال بين، ما بيكون هو سوماتيك، ما بيكون على المسلز. فالبين يا بيكون سوبرفيشال سوماتيك بين، يا بيكون ديب سوماتيك بين، يا بيكون فيزيرال بين. هذا السكشن تبع السنسيشن خلصنا، فيري ايزي. طب بدك تجاوب على كل اسئلته بالامتحان، ماشي؟ طيب القسم الثاني او الاخير من النيرفس سيستم رح ادخلكم بالميجر بارت اوف ذا برين. طيب هلا في هو كثير اشياء من الاناتومي، ولكن انا هون السلايدات وصلت كثير اشياء بحيث يكون انت فقط معني بقسم الفسيولوجي. طيب هلا الميجر بارت اوف ذا برين هم اربع اقسام. طيب في عندنا البرين ستيم، في عندنا السيريبيلوم، في عندنا الداي انسيفالون، وفي عندنا السيريبرم. اكبر جزء بالبرين هو السيريبرم، اللي بيجي بعديه السيريبيلوم، بعدين عندك الداي انسيفالون، بعدين البرين ستيم. البرين ستيم بينقسم الى ثلاث اقسام، بينقسم للميدولا اوبلانجاتا وللبونس وللميد برين. والبرين ستيم هو الجزء اللي بيوصل مع السباينال كورد. اكبر جزء بالبرين اللي هو هذا الجزء السيريبرام، هذا اكبر جزء. طيب في عندنا ثاني اكبر جزء، هذا الجزء اللي هو السيريبيلوم، بعدين بيجي فيه داي انسيفالون. داي انسيفالون يقسم الى التلامس والهايبوثالامس. طيب البرين ستيم اخر جزء من البرين هو اللي بيوصل البرين مع السباينال كورد، يقسم الى ثلاث اقسام عفوا. اول واحد الميد برين، بونس، والميدولا اوبلانجاتا. معناته ايش الجزء اللي بيوصل من البرين ستيم بيوصل البرين مع السباينال كورد؟ الميدولا اوبلانجاتا. طيب ليش بحكي هاي الاسماء؟ عشان تعرف كل جزء من هاي الاجزاء ايش السنسيشن المفروض انه يوصله من السنسوري ريسبتورز اللي هلا حكيناهم. اوكي طيب قبل ما نبلش فيهم بدي تعرف انه انت كالبرين هو كفرينج، في عندك بروتكشن باريرز او بروتكشن لايرز، هي اللي بتحمي البرين على انه يصير له دامجينج فيري ايزيلي. يعني مثلا واحد يوم يصيبه اكسيدنت
ممكن ما يتاثر البرين تبعه صح، والدليل الصغار بالعمر كم مره بيوقع مع هيك ستيل يعني هز برين از فاين. طيب وبالتالي في عندنا طبقات موجوده بالبرين هي اللي بتحمي او بتحافظ على الجمجمه او السكال بحيث انه ما يصيبك عباره عن كسر. اوكي هلا اول جزء بحميك اللي هي السكال جمجمه، الجمجمه هي اول جزء تحميك او بتحافظ على انك ما تتضرر اذا تعرضت لاي ميكانيكال ستريس للانر بارت اوف ذا برين. اوكي هاي بنسميها اللي هي السكال. في عندك اللي هم بنسميهم احنا مطر زي طبقات، هاي المطر تيجي تحت السكال ايضا هي تشتغل كلايرز كبروتكتيف لايرز اللي هي اسمها دورا ماتر والاركينويد ماتر والبايا ماتر. هاي عباره عن طبقات، هاي الطبقات بتحمي ضد ايش؟ ضد الصدمات او ضد اي ميكانيكال ستريس. اوكي ولكن الجزء الاهم منهم في عندك فلويد، في عندك سائل يحيط الجزء الداخلي من السكال، هذا الفلويد بنسميه سيربروسباينال فلويد. هذا الفلويد بيجي عندك السكال الجمجمه، بعديها بيجي عندك سيربروسباينال فلويد، وستيل تحتيها ثلاث طبقات المتر الدورا والاركينويد والبايامتر، فهذول يعتبروا طبقات كفرنج لايرز بيحموا ايش؟ البرين. اللي بيهم بالسيربروسباينال فلويد انك تعرف انه هو بروتكشن ضد اي انجريز. رقم اثنين هو الوسيله اللي بتوصل الاكسجين والنيوترينت للبرين، وبتساعد البرين على انه يتخلص من ثاني اكسيد الكربون والويست عن طريق مين؟ السيربروسباينال فلويد. رح تشوفوا رسمه كيف السيربروسباينال فلويد بينتقل او كيف السيركوليشن تبعه. طيب السيركوليشن ما بتهتم بالرسمات، بتروح على الحكي المكتوب انه كيف السيركوليشن بتطلع عليه بالرسمه، اي شيء ثاني موجود بالرسم مش داخل معك، اهم شيء تعرف السيركوليشن حسب الشيء المكتوب. طيب طبعا السيركوليشن كيف احنا بنحكي انه عباره زي فجوات بسميها فنتريكلز، زي دعاب فجوات يعني من فجوه لفجوه لفجوه لفجوه، هيك السيركوليشن تبعه. طيب فكيف السيركوليشن تبعه؟ طبعا انت بال رح تشوف هذول الفنتريكلز اللي رح احكي لكم عنهم، هم بيحتووا على شيء اسمه كرويد بلكسس. شو البلكسس؟ كان هي مجموعه من هلا هون مجموعه من الكابيلاريز مش النيورونز، مجموعه من الكابيلاريز بتكون موجوده داخل هاي الفنتريكلز. اوكي في عندك ليترال فنتريكلز، سيرب فنتريكل، سيربريل اكويدكت، في عندنا الفورث فنتريكل. اوكي هلا هذول لهم ترتيب معين، هذول الفنتريكلز كل فنتريكلز يؤدي الى هذول الفنتريكلز، يعني هذا السباينال فلويد بصب الاول، الثاني برجع يصب الثالث، الثالث برجع يصب الرابع، فهو له سيركوليشن حتى يضل بشكل متواصل موجود حوالين الجزء الداخلي تبع السكال. طيب لما احكي لك هون كلمه السيربرال هيمسفيرز مش حكينا شو اسم اكبر جزء؟ سيربرام. سيربرام مقسم الى جزئين، رايت هيمسفير وليفت هيمسفير. طيب فلو احكي لك كلمه سيربرال هيمسفيرز موجود على الجهتين اللي هو اللاترال فنتركل، الثيرد فنتركل موجود بمنطقه الدايسيفالون، هي هي وان اوف ذا ميجر بارت اوف ذا برين. السيربرال اكوادكت موجود بمنطقه الميد برين، الميد برين هي موجوده بالبرين ستيم. اوكي بالنص الوسط عندك الفورث فنتركل موجود بمنطقه البرين ستيم، موجود بمنطقه السيربلوم. اوكي كيف السيركوليشن تبعه؟ هذا الحكي اللي انا بهمني انك تعرفه. ايش بهمني؟ طلع على الرسمه. بكون اول شيء بكون عندك البلكسس، شو حكيت لك البلكسس؟ هي مجموعه من الكابيلاريز بتجمع السيربروسباينال فلويد، وين بتحطه؟ بالليترال فنتريكلز عن طريق الانترا فنتريكولار فورامن باثوي، بتحطه وين؟ بالثيرد فنتريكل. الثيرد فنتريكل عن طريق السيريبرال اكوادكت بتوصله للفورث فنتريكل. طيب والفورث فنتريكل ترجع توزعه لوين؟ اللي هو اسمه السب اركينويد سبيس. هلا بورجيكم اياه على الرسمه. هلا عندك اول شيء هياته ليترال فنتريكل. طيب فهذا
بهاي الشكل اللي بدي اياك تعرفني منه بس موجب السايد سيركوليشن. في عندك الليترال فينتريكل اوكي عن طريق الانتر فينتريكولار فورامين لوين بيروح؟ للثيرد فينتريكل اوكي عن طريق الاكوادكت. وين الاكوادكت؟ هياتها عن طريق الاكوادكت لوين بيروح؟ بيروح الى الفورث. طيب طبعا كل واحد كيف انا حكينا كل واحد وين بيقع؟ يوم ما تطلع على هاي الاستركتشر بتعرف كل واحد بالضبط وين بيقع. طيب اخر شيء بروح للسب اركينويد سبيس. شايف سب اركينويد سبيس؟ شايفين هذا اللي باللون النحدي؟ هذا السبيس هذا هيك بيجي هيك وبوصل لعند سباينال كورد على الهاي برجع نفس الباثوي وبطلع. فهو سيريبرو سباينال فلويد من اسمه سباينال سيريبرو فهو بمر من منطقة الأكبر جزء من البير سيريبرال سباينال ستيل هذا الفلويد بيمشي لتحت بعديها بيرجع. فهو مش بس بغطي عندك هذا الجزء لا هذا السبيس حوالين سيريبرال حوالين سباينال كور بنسميه سب أركينويد سبيس اوكي. فهي السيركوليشن لا سي اس اف اوكي. طيب هلا هون اللي مهم زي ما حكيت لك تعرف انه وين كل سنسيشن وين بيصير باي جزء اوكي. السباينال كورد بيمتد من اخر جزء من البرين البرين ستيم شو اسمه ميدولا اوبلانجاتا اوكي. بيعمل لك كنترول لاي انفايرومنتال تشينجز ممكن ياثر عليك از ستيمولس. لانه اذا متذكرين شو اخذنا النيرفز اللي موجودين ممكن يكون السنسوري نيورونز وممكن تكون موتور نيورونز صح. السنسوري نيورونز بنسميها طبعا احنا بنسميها من وين تنتقل السنسوري نيورونز من البادي للبرين بنسميها اسندينج. الموتور نيورونز تنتقل من البرين للاسفل فبصير اسمها ديسندينج اوكي. طيب لنفترض انت مسكت اشي حامي شو اول الاكشن بدك تعمله؟ بتشيل ايدك. هذا بنسميه سباينال كورد ريفلكس استجابتك لهذا التشينج لهذا الستيمولس شلت ايدك. هذا اللي بنسميه السباينال كورد ريفلكس اوكي. السباينال كورد بيحتوي على جزئين اساسيات. اول جزء اسمه الجراي ماتر والثاني اسمه الوايت ماتر. تذكروا يوم اخذنا على الجريدد بوتنشل وحكينا هو اللي بيصير له سميشن. اذا كان انهيباتوري شو بيعطيك؟ انهيباتوري بوست سينابتيك البري عفوا بري سينابتيك بوتنشل. واذا كان اكسايتاتوري بري سينابتيك بوتنشل. السميشن هذا الجريدد بوتنشل بيصير بالجراي ماتر اوكي. لانه الجريدد بوتنشل حتى يتحول لاكشن بوتنشل لازم يوصل للثريشولد اوكي. احيانا بصير عندك سميشن الاكشن بوتنشل يا بيكون اكسايتاتوري بوتنشل او انهيباتوري بوتنشل اوكي. طيب الوايت ماتر هلا مش حكينا الاسندينج مين السنسوري ولا الموتور والديسندينج الموتور. هدول وين بيكونوا موجودين وطالعين ونازلين سباينال كورد؟ الوايت ماتر. ascending sensory neurons descending motor neurons اوكي. طيب واضح السباينال كورد؟ سو بريف الداي انسيفالون هو بيتكون من ثلاث اجزاء بس هو اهم جزء فيه هنا الهايبوثالامس. الداي انسيفالون فيه الثالامس الهايبوثالامس والإبيثالامس. هلا طبعا كل فصل بجيب عليه سؤال الثلامس. طيب ثلامس هو بشكل نسبة 80% من الداي انسيفالون. له اسم الريلي ستيشن محطة انتظار. ليش؟ مش كل سنسوري انبوت بتحول لموتور اكشن. ثلامس بمسك هاي السنسوري انبوت منها بيعملها ديسكارد ومنها بتقبلها وبتكمل الموتور اوكي. عشان هيك هذا سبب ثاني
ليش بعض السنسيشن انت اصلا ما بتحس فيهم؟ اوكي؟ لانه هو الوونتد سنسيشن بيكمل والانوونتد بعملها بريكنج داون، ما بيكملن طريقهم. تمام؟ لما تكون اوكي. بس احكي لمين بتعرف؟ رؤى. يلا مبارك يا رؤى. طيب وبالتالي هي بتعمل سكرينينج اوت للانسيجنيفيكانت سيجنالز. تفضل. بقول يعني هي نفسها لما تكون انت فلو هيك داخل شيء مجموع معين بتحسك بتسمع. بالضبط. ايوه بالضبط. وبعد فتره خلص عادي بترجع. فهي شو ليش؟ خلص لانه هو اصلا عمل لها واعتبرها انسيجنيفيكانت يعني unwanted، مش موجوده ومش مهمه اصلا. اوكي نعم. فهو زي بفرزها حتى بتكون بواسطه. ايوه بالضبط بالضبط. فهذا بيعمل لنا سكرينينج اوت لمين؟ لا الانسيجنيفيكانت سيجنلز. اوكي الهايبوثالاماس important link ما بين الاوتونوميك نيرفس سيستم والاندوكراين سيستم عن طريق البايتوتوري جلاند. الهايبوثالاماس فيه غده النخاميه البايتوتوري جلاند. هاي البايتوتوري جلاند هي اللي بتوصل النيرفس سيستم الاوتونوميك نيرفس سيستم مع الاندوكراين سيستم. منطقه التواصل ما بين الاوتونوميك نيرفس سيستم مع الاندوكراين سيستم البايتوتوري جلاند التي تعتبر جزء مهم من الهايبوثالاموس. اوكي طيب شو بيعمل؟ انا بسميه بيعمل كل شيء بالدنيا. كل شيء بيعمل لك ماستر مو فعلا ماستر. بيعمل كنترولينج للبادي تمبريتشر، بيحافظ على درجه حراره الجسم. بيعمل كنترولينج للعطش للثرس لليورين اوتبوت لكميه الفضلات او البول. بتحكم بالفود انتيك الكمية بتاكلها. بعمل بتحكم بالانتيريور والبوستيريور بايتوتري جلاند هرمونز. هدول رح ناخذهم بالاندوكراين. ايش هم الهرمونز الذي يتم افرازه من البوستيريور والانتيريور بايتوتري جلاندز؟ بتحكم ايضا باليوترين كونتراكشنز والميلك ايجكشنز. بتحكم ايضا بالاوتونوميك نيرفس سيستم. بتحكم من حيث انه بيلعب دور مهم بالايموشنال والبيهيفيرال، وهو بارتيسيبيت السليب والويك سنتر. يعني انت هلا مش بتنام كل يوم شو بتحكي؟ صرت اصحى بنفس الوقت. بصير زي ايش؟ زي ساعة بنسميها الساعة البيولوجية. اوكي؟ فالهايبوثالاموس اي شيء فيه بيعمل كنترولينج مين اللي بيعمله؟ الهايبوثالاموس. اوكي؟ طيب البرين ستيم حكينا هلا هذا الجزء من اجزاء البرين. اوكي؟ شو بيعمل البرين ستيم؟ البرين ستيم بتكون من ثلاث اجزاء، ميدولا اوبلانجاتا والبونس والميد برين. اوكي؟ هلا كل واحد بهدول هو مسؤول عن كنترولينج لاي سنسيشن. يعني لو اجيت على البرين ستيم بشكل عام طبعا هو اشي مسؤول عنه مهم انك تعرفها، اشي اسمه الريتيكولار فورميشن. كيف هلا حكيت لك الساعه البيولوجيه انك تنام وتصحى؟ هلا انت بس تيجي تنام رح نمر عليهم. تيجي ستيج الاول بعدك مش غفيان، بعديها بتخفى، بعديها بتصير ديب، بعديها بتبلش تحلم، صح؟ اللي مسؤول عنه هذا السيستم. طيب اللي هو مسؤول عنه ريتيكولار فورميشن. طيب ميدولا اوبلانجاتا بدك تعرف ايش السنتر الموجوده فيها؟ مسؤوله عن الكارديوفاسكولر وعن الريسبيراتوري. يعني فيها سنتر مسؤول عن تنظيم اعمال الكارديوفاسكولار سيستم، فيها سنتر مسؤول عن تنظيم اعمال الريسبيريشن. بس بايش؟ بالكارديوفاسكولار بتحكم بالريت والفورس، يعني بالهارت ريت وبالكونتراكشن. بالريسبيراتوري سنتر بتحكم بالريذم. يعني واحد اذا كان يلعب رياضه وزاد عنده الهارت ريت يتم ارسال هاي المعلومات على شكل سنسوري ريسبتورز لمين؟ للكارديو باسترال سنتر الموجود بالميدولا اوبلانجاتا.
ندول الاوبلينجات الموجوده بالبرين ستيم. اوكي طيب، ايضا فيو سنترز لايش؟ للفوميتنج، للاستفراغ، للسنيزنج. شو يعني سنيزنج؟ العطس، كافينج، هيكوبينج، وله علاقه بالتيست، تذوق، جستيشن نسميها. طبعا هاي الاسماء عندك الجستيشن تيست، هذا لحاله سكشن لحال، سنسز رح ناخذهم، الحواس اوكي، الهيرينج والبالانس اوكي، وله علاقه بالسولوينج، عمليه البلع. البونس، بونس عفوا، بونس، بونس مسؤول عن ايش؟ مينلي البريثينج. عنده تو سنترز مسؤولات عن عمليه التنفس اوكي، وله علاقه بالسليب والبلادر كنترول. الميد برين له علاقه بالاشياء الفيجوال، الرؤيه، والاشياء السمع، الاوديتوري اوكي. هذا اللي بحكي لك عنه اللي هو اسمه الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هذا طبعا موجود بالابر بارت السباينال كورد، بيمتد للبرين ستيم وبنزل من خلال الداي انسيفالون اوكي، يعني اللور بارت تبع الداي انسيفالون. ليش مهم هذا السيستم؟ الناس اللي بتعمل اكسيدنت شو بحكي لك؟ فقدت انا جزء من الذاكره صح؟ طيب اذا صار عندك ان اكتيفيشن للريتيكولار فورميشن هذا السيستم، انت بتفقد، بصير عندك بارشل كونشسنس، يعني بتكون واعي للاشياء بشكل بارشلي جزئيا. اذا صار له دامجينج بتصير انت انكونشس. عشان هيك هذول الناس اللي معهم حاد بفقدوا الذاكره بصير عندهم دامجينج لهذا السيستم اوكي، فبصير هو انكونشس، مش واعي للاشياء اللي بدها تصير اوكي. هلا عندك جزء اللي هو السيريبيلم. السيريبيلم هو ثاني اكبر جزء بعد مين؟ بعد السيرب، بعد السيريبرم اوكي. هلا ايش بيعمل لك هاد؟ تذكروا اللي حكينا عن السكيليتال ماسلز والبروبريسبترز وبتساعدنا على الكونتراكشنز وهذا الاشي؟ ركز في المعلومتين هذول ورا بعض. السيريبيلم هو بيساعدك على الكوردينيشن، يعني كوردينيشن تناسق للكونتراكشن للسكيليتال ماسلز، بيحافظ على البوستر والبالانس، ولكنه ما بيساعدك تو انشيت موفمنت. هو سنتر بس بيحافظ لك على البالانس، كان حكي لك انت بتحاول انك تمشي بتوقع بس انت ما بتوقع. ليش ما بتوقع؟ لانه هذا بيعمل لك كوردينيشن ما بين يور موفمنت، بس هو ما بيساعدك على انك تعمل الموفمنت اوكي. فهو بحافظ على البوستشر وعلى البالانس اوكي. هلا الباثويز اللي بدها تطلع من السبا من السيربيلم اما بتكون دايركت او اندايركت. طيب الدايركت اللي بيكون لها علاقه بالفولنتري مسل كنترول اوكي، اما الاندايركت بتكون مالها انفولنتري كنترولد. الدايركت اللي لها علاقه بالمسل نقسمها لقسمين، كورتيكو سباينال باثوي وكورتيكو بالبار باثوي اوكي. كونه انا بهذا الباثوي الدايركت لهم علاقه بالسكيليتال ماسلز، وبالتالي الاول باثوي كورتيكو سباينال باثوي كوندكتنج الامبلسز للمسلز بالليبس والترانك، يعني المسلز الجسمية متنوعة. كل باثوي بيوصل ما مع مسلز بأجزاء معينة، الأول مع الليبس والترانك يعني الحوض. الكورتيكو بالبرال باثوي بيوصل الإمبالسز مع السكيلت المسلز الموجودة بالهيد، يعني حركة راسك نوع الباثوي مع البرين او السباينال كورد اسمها كورتيكو بالبرال باثوي اوكي. بس بول هم لهم علاقه بالفولنتري كنترولز اوكي. طيب هل راح تتعقدوا؟ الاندايركت موتور باثويز هذول كانوا عباره عن 17 مش واحد،
ماشي؟ بس بدي تركزي بي هدول. بدي تعرف كل واحد فيهم عن اي جزء وايش بعمل. يعني عندك مثلا الريبرو سباينال باثوي، هذا مثلا بيوصل للديستال بارت اوف ابر ليبس. عندك مثلا التيكتو سباينال، التيكتو سباينال هذا بيوصل، شكرا لك، هذا مع اشياء لها علاقه بالفيجن او الاوديو بالسماع. اوكي، عندك الفيستيبيولو سباينال هذا له علاقه بالبوستر والبالانس ان ريسبونس تو هيد موفمنتس. اوكي، الميديال واللاترال اللي هي ريتيكولو سباينال، ريتيكولو سباين هلا اسمها ريتيكولو، بدنا نعرف ريتيكولو وين اخذناها. هلا ريتيكولار فورميشن، اوكي، هاي بتحافظ لك على البوستر. بس بدك تركز شو الفرق بين الفيستيبيولو سباينال وبين الميديال ريترو سباينال. هاي بتوصل من الانر اير، بتحافظ لك على البوستر والبلس اذا انت عملت هيد موفمنت. اوكي، ولكن هذا النوع بيعمل لك بوستر وريجليتنج للبالانس حسب الاون جوينج بودي موفمنت. الهيد النوع الاول، النوع الاول مع الانر اير. اي جزء ثاني له علاقه بحافظ لك على البوستر والبالانس، مثل البوستر والبالانس بالليجز، بده يكون هذا النوع. اوكي، طبعا هاي الباث واي اللي رح نشوفها. اوكي اوكي هلا في عندك الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم هذا اللي بنسميه مركز الليرنينج والموتيفيشن، مركز التعلم والتحفيز، مركز الايموشنز، مركز العواطف. اوكي، هذا عباره بنسميه احنا الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم بيلعب دور مهم لما انت تكون عندك ايموشنز، لما يكون عندك الم، لما تكون معصب، لما تكون خايف، لما تكون بلجر مبسوط. اوكي، وممنوع من شغله معينه، هو له علاقه بالسيكشوال بيهيفيرز باترنز، وهو له علاقه بالموتيفيشن بالتحفيز وبالليرنينج. اوكي اوكي، عشان هيك هذا الليمبيك سيستم وين بيكون موجود؟ بالسيريبرام. فالسيريبرام بيعطوه لفظ هو سيت اوف انتليجنس. يعني انت لا بتقدر لا تقرا ولا تكتب ولا تفسر ولا تسترجع الاشياء اللي صارت معك الا من خلال وجود هذا الجزء، فهو سيت اوف انتليجنس. اوكي، عشان هيك هو مسؤول عن الويكفولنس اند سليب وعلى الليرنينج اند الميموري. السليب حكيت لك يوم ما انت تنام بتمر بفور ستيجز، ولكن فعليا السليب هو تو كومبوننتس. في عندنا النون رابيت اي موفمنت، في عندك اللي هو الرابيت اي موفمنت اللي انت بتمر فيه اول ما تنام، اللي هو النون رابيت اي موفمنت. الستيج الاول بعدك بدك تحاول انك تخفى. طيب، هاي تقريبا بتستمر من دقيقة لسبع دقائق. الستيج الثانية هي أول ستيب من نومك الصح، من الترو سليب. الستيج الثالثة moderately deep sleep، والستيج الرابعة انت فتت بالسليب. خلاله انت نايم مرات شو تحس حالك انك صاحي ومش صاحي وانت بتحلم. هاي اللي بيشتغل عندك اللي هو another eye movement، الركض eye movement sleep. حتى وانت نايم مرات بكون بقوة عينك ماله بتحرك، خصوصا يوم تكون تحلم. اوكي، هاي بنسميها الرابيت اي موفمنت. اوكي، طبعا هاي المصطلح المفروض ان تعرفها. شو الفرق بين الليرنينج والميموري؟ الليرنينج انت عم تتعلم شيء جديد، الميموري شيء قديم انت عم تتذكره. اوكي، فالميموري انواع، يا اميديت ميموري تتذكر الشغله بس لثواني، او شورت تيرم ميموري تتذكر الشغله بس لمده قصيره، لونج تيرم ميموري بتضلها بشكل بيرمننت اكثر من الشورت تيرم ميموري. في عندك ميموري بنسميها كونسوليديشن. هاي كونسوليديشن يعني انت مش بس بتتذكر الاحداث، بتتذكر التفاصيل اللي صارت.
بصير تدمج الاشياء كلياتها ببعض. طيب عشان يمكن يكون دمج في نسبه خطا بالضبط، عشان هيك ممكن يكون في نسبه خطا. نعم ممكن كمان يعيش فيها ايموشنلي. طبعا ايموشنلي. هلا تذكروا حكيت لك انه في عندك الرايت والليفت هيمسفيرز، انه نفسه المنطقه السيريبرام يقسم الى جزء الشمال وجزء اليمين. اوكي في كل جزء مسؤول عن شغله معينه، يعني الاشياء الصعبه زي اشياء الماثماتكس اشياء الرياضيات وين بالضبط مثلا النيوميريكال اند ساينتفك سكيلز الجزء اللي بيحلها الليفت. اوكي لكن لو انت بدك تعبر عن يور ايموشنال اكسبريشن اللي بيشتغل عندك الرايت، هذا يجي على سؤال انت حر حاب انك تقراهم تعرف كل واحد ايش بيصير فيه. اوكي يعني وين مثلا ايش الاشي اللي بصير باللفت وايش الاشي اللي بصير رايت. عادة المعقد باللفت، الاشي السهل بالرايت. اوكي اخر اشي اللي هي البرين ويفز. اوكي ما معنى البرين ويفز؟ الموجات. هلا رح ناخذ احنا بالهارت انه في عنا ايش اسمه شو بتسموه انتم الايكو او الاي سي جي. اوكي هون لاحظ اسمه الاي اي جي الكترو انسيفالوجرام. اوكي لاحظ الفرق هناك اسمه اي سي جي الوزن الثاني هذا اي اي جي. طيب هذا له علاقه بدراسه البرين ويفز وبالتالي هو بيبلغ ريكوردينج للالكتريكال اكتيفيتي اللي بالبرين يبطل ويفز الفا بيتا فيتا دلتا. الالفا ويفز هاي بتكون موجوده بشكل نورمال عند الانديفيدوال وانس انه انت ماخذ ريست يعني وانت تكون مرتاح يوم ياخذوا رسمه البرين بيكون عندهم اللي هم الفا ويفز. طيب هاي الويفز لازم تختفي يوم تنام ما بتكون موجودة وانت نايم. البيتا ويفز البيتا ويفز هاي تظهر يوم النيرفس سيستم سيل اكشن يعني انت زعلان عندك ستريس. يعني لو بيحسبوا لكم البري ويفز لما تدخل على امتحان الفسيولوجي بتكون شغال عندك بيتا ويفز تظهر عندك البيتا ويفز. اوكي طيب البيتا ويفز هاي نورمالي بتصير وين؟ بالتشيلدرن وبالادلت اللي بيعانوا من الايموشنال ستريس. اوكي بشكل ريجولر. ولكن الدلتا ويفز هاي بتظهر لما الواحد يكون بديب سليب كان ديب سليب نايم بشكل عميق ولكن ان ادلت بس they are normal in awake infants. الاطفال الرضع صاحي يعني انت كادلت وانس انت فايت بالستيج 3 او ستيج 4 ديب سليب تظهر الرضع لازم تظهر هم ايش؟ هم صحيين.